الحصة الثابتة في موعد ميادين وما أصدرته الصحف نهار اليوم وديع، والأكيد الأكيد أن الاهتمام كان منصبا على هذا الملف، ملف أحمد أحمد. بالفعل فؤاد، والبداية بهذا العنوان: نهاية قاتمة لأحمد، عنوان خطته صحيفة الصباح في صفحتها الرياضية في تغطيتها لإيقاف رئيس الكاف لخمس سنوات. كاتب المقال أوضح أن الفيفا سبق أن فتح تحقيقا بخصوص تلاعبات مالية. جريدة المساء من جهتها عنونت: الفيفا يوقف رئيس الكاف أحمد أحمد لخمس سنوات. وأوضحت المساء أن القرار الذي هز الكرة الإفريقية جاء بسبب سوء السلوك والفساد المالي، مذكرة أن الإيقاف سيضع أحمد أحمد خارج دائرة المرشحين لرئاسة الكاف. وفي موضوع آخر، ذكرت المساء أن الاتحاد العربي حدد موعد مباراة الرجاء البيضاوي ضد الإسماعيلي المصري في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة، وذلك في 30 من شهر دجنبر المقبل. جريدة أخبار اليوم من جهتها تناولت قرعة الموسم الكروي الجديد بالمغرب، والتي أجريت الأحد الماضي تحت عنوان الجامعة والعصبة يحدثان ثورة في البرمجة، بإشارة مباشرة إلى النظام المعلوماتي الجديد المعتمد من قبل العصبة للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم المغربية. ويرى صاحب المقال أن هذه الخطوة الجديدة ستحد من شدة الاحتجاجات على جدول المباريات. ونختم دائما من أخبار اليوم التي فتحت نافذة على الوافدين الجدد بالمنتخب المغربي، آخرهم اللاعب زكريا أبو خلالة، ناقلة قوله إنه تعرض للتهديد بسبب اختيار الأسود عوض المنتخب الهولندي، وهو ما دفعه إلى إغلاق كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا كل ما لدينا فؤاد اليوم في جولتنا الاعتيادية في الصحف الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة لميديا وميديا ان تيفي مفتوحة، بإمكانكم متابعة البرنامج على هذه المواقع. شكرا لكم مشاهدينا مستمعينا، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.